وشيفة صباح المبارك الكريم من نيويورك من ويليامزبرغ بلازا. غادي ناخذكم معايا في واحد الرحلة غادي نمشي فيها لواحد المحلات عربية كتبيع العطرية ديال الناس الجلوس كل مواد المغربية اللي تخطر لكم في البال. وفي هذا النهار المشمش بعد ما طاحت الباح واحد شوية ديال الثلج هذه البقية ديالو كما تلاحظوا غادي نطلقوا على متن الحافلة وغادي نمشيو لأتلانتيك افينيو على متن الحافلة اللي هي 62 باص. غادي نديكم معايا فتابعوا معايا الفيديو ونتمنى ينال الاعجاب ديالكم على بركتي. كما كتلاحظوا هذا هو المدخل ديال المحل. بداو غير بالزيتون مع الكسكس الشعرية تشوفوا ميتة جبارين كسكس وثلاثة ديال الدولار طاجين السلام عليكم. هو المحل الثاني ملوح والحلال لحم حلال تمور وبقالة عربية حتى هما بسم الله. هو المحل السلام عليكم مع نفسي الزيت المغربي كاملة زيت الوزانية زيت واد سوس تمر زيتون تمام حوت صافي السلام عليكم. السلام عليكم. استحضرنا هذا. حديث هذا صح؟ ماكس سوس سميدة. يا يو كيك
نروح على جراهام لي بولتري. بحال اللي راكم عندهم الدجاج في المغرب، كتختاروا الدجاج اللي بغيتو كيعبروه ويذبحوه. اشوفوا المحل الخاص بالدجاج، هانتوما اللي كتلاحظوا هنا الدجاج البلدي، الحمام، الدجاج الرومي، الدجاج البلدي بانواع مختلفة، بيبي، على ما هم ولا قطعهم؟ لا على ما على ما هم راس والله. إذن هذا المحل كيديروه إخوة يمنيين. مرة أخرى أختي، إذا هنا تنتهي الرحلة ديالنا، كتشوفو الشميشة، غادي نمشيو للدار، ولكن بمجرد ما كندوزو على البارك ضروري ما نفو أنتي فيه، غادي ندي بنتي تلعب واحد شوية ونعاود نمشيو للدار ونشوفو شنو تقدينا جميعا. السلام عليكم. خواتي بمجرد ما وصلت للدار رتبت كل حاجه في بلاصتها، نتوما كما كتلاحظوا الكسكسو السميده بنا معايا، هذا الطحين ديال الفورس، الجزر كما كتلاحظوا في الشعريه، في الجهه الاخرى درت دقيق القمح في الطاسه اللي كنحتفظ به، الطبق الثاني احتفظ بالمواد اللي كنحتاجها في الحلويات ديالي، فهنا عندي النفع المدقوق، هنا عندي النافع، عندي الجريز، كاكاو، الخميره ديال الخبز، الخميره ديال الحلوه، فاني، جنجلان حتى هو هذا الشريط الابيض، هذه حبيبات الشوكولاته، عندي السكر، مايزينا، كل حاجه اللي كنحتاجها، وهنايا ما تبقى من العطريه، درت العطريه ديالي في الحكيكات ديالها واللي بقى احتفظت به هنايا، قلفه كما كتلاحظوا، فدرت اللويزه في هذه القريعه هذه، حبوب اتاي، العلبه باقا ما خويتهاش، وهذا مظهر كما كتلاحظوا. نتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، ونكون وريت لكم صوره مصغره من نيويورك. كما كتعرفوا مدينه كبيره بزاف، ولكن الحمد لله العرب والمسلمين في كل مكان كاينين، وموادنا المغربيه كاينه، فنتمنى ينال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش تنخرطوا في القناه باش توصلوا بكل ما هو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.